إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن ما يقوم به بعض الناس في هذه الأيام من احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن هذا من الأمور العظيمة ومن البدع المنكرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول صراحة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الاحتفالات لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر هذا النهي في كل خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم واتفق الناس أي المحتفلين وغير المحتفلين اتفقوا جميعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده قط صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا وفيهم الخلفاء الراشدون لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وانتفاء الموانع فكان السبب موجود لأن هذه الأيام مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بل مرت به في سنوات عديدة وكذلك مرت بأصحابه رضوان الله عليهم فالسبب كان موجودا ولا مانع يمنع من الاحتفال فلما لم يحتفلوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علم أن هذا الاحتفال
من البدع المنكرة التي لا تقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، بل لا تزيدهم من الله إلا بعدا والعياذ بالله. ولا يعني قولنا إن هذه الاحتفالات منكرة وبدع، لا يعني هذا أننا لا نفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أننا لا نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أبداً، كلا وحاشا، فإننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبه أصل من أصول الإسلام، وكذلك نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، فهو منة الله علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، نفرح بمولده عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نحتفل. وهذا الفرق يغفل عنه كثير من الناس. نفرح لأن الشرع دلنا على الفرح. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحبه صلى الله عليه وسلم لأن الشرع دلنا على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية قال: ومن نفسه. ولكن لا نحتفل لأن الشرع لم يدلنا على الاحتفال. فلو كان خيرا أي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله ولم يكتم منه شيئا كما أمره الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلو كان الاحتفال دينا ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لكان كاتما للرسالة وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وهذا باتفاق هؤلاء المحتفلين، كلهم اتفقوا على هذا الأمر. ولكن الهوى والعياذ بالله وعلماء الضلال والعياذ بالله والأقراض الشخصية الخبيثة عياذا بالله، أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حقا، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأسأله تعالى أن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأسأله عز وجل جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأعوذ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اعلموا عباد الله أن علماء الضلال نشروا الشبهات ليروجوا لهذه الاحتفالات، وكل هذه الشبهات التي جاءوا بها فإننا نرد عليهم برد واحد لا ثاني له. ماذا قالوا؟ منهم من قال إن الاحتفال له دليل من القرآن، واستندوا على الآية التي تلوتها آنفا من سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. واستندوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل قال: ذلك أو ذاك يوم ولدت فيه. واستندوا على رواية أن أبا جهل أو أبا لهب فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق جارية له اسمها ثويبة. واستندوا كذلك على أن هذه الاحتفالات تدخل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا كذلك على أن هذه الاحتفالات لا دليل لها من القرآن والسنة، ولكنها تدخل في باب البدعة الحسنة. تناقضات عجيبة. فنقول مستعينين بالله تعالى: أما رواية ثويبة وأبي لهب فإن صحت هذه الرواية فإن أبا لهب لم ينفعه هذا الفعل، لأنه كان مشركا، لأنه كان مشركا، وهذا لا يدل أبدا على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقتدي بالمشركين، إنما نقتدي بالمؤمنين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، لا نقتدي بالمشركين إن صحت الرواية. أما باقي الأدلة فنجيب عنها بجواب واحد، نقول لهم: هل هذه الأدلة هل غفل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قالوا نعم لاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قالوا لا نقول لهم: إذن أين احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ألم يقرأ هذه الآية من سورة يونس؟ ألم يصوم الاثنين عليه الصلاة والسلام؟ فأين احتفاله بالمولد؟ ثم ثانيا، الصحابة الكرام هل غفلوا عن هذه الأدلة؟ أبدا. هل ما فهموها فهما صحيحا؟ أبدا. هل ما طبقوا هذه الأدلة؟ أبدا. هل ما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن أين احتفالاتهم؟ أين احتفالاتهم؟ لم يحتفلوا. فعلم من ذلك أن هؤلاء القوم، أي المحتفلين والمنظمين لهذا الاحتفال، ونحن لا نعني بهذا عوام المسلمين لأن الغالب فيهم الجهل، نحن نعني بذلك الذين نظموا هذه الاحتفالات وروجوا لها ونشروها ونشروا الباطل فيها. وحتى العوام لو علموا هذا المنكر وشاركوهم بعد ذلك فإنهم منهم في البدعة سواء والعياذ بالله. فنقول لهم: الصحابة الكرام فهموا هذه الأدلة وما طبقوها كتطبيقكم لها. فعلم من ذلك
أن الفهم السقيم إنما في هؤلاء المحتفلين ليس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معلوم بالعقل ومعلوم بالشرع لو كانوا يعقلون. وأخيرا نحن نحذر المسلمين، وإن كان التحذير جاء متأخرا، نحذر المسلمين جميعا من مشاركة هؤلاء الناس في هذه الاحتفالات. ومن أكبر المنكرات الموجودة في هذه الاحتفالات وفي داخل هذه الخيم، من أكبر المنكرات الإشراك بالله عز وجل والعياذ بالله والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ده أكبر منكر، وهذا أكبر من بدعة الاحتفال. ماذا تسمع داخل هذه الخيم؟ منهم من يقول قماك نزاور للأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر داخل الخيام. منهم من يقول أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها داخل الخيام. منهم من يقول جبريل ميكال إسراف عذراو، هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعد أو من بعض رحمتي داخل الخيام. ومنهم من يقول فالذكر عنوان الولاية حقا، به يكون المريد وليا، يهب الغلام يطير في جو السماء، يطوي المهام تطيا داخل الخيام. ومنهم من يقول أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة داخل الخيام. ومنهم من يقول إن الأولياء ينزلون الأمطار من السماء داخل الخيام. ومنهم من يقول جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزارنا في هذه الاحتفالات، هو والصديق وعمر سبحان الله داخل الخيام. كل هذا داخل هذه الخيام، وغيرها كثير من الشرك الصراح والكفر البواح. هكذا يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان الاحتفال حقا والله لما سبقونا عليه، ولو كان حقا لما جاز لهؤلاء القوم أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينشرون الشرك وينشرون الكفر وينشرون البدع داخل هذه الخيم والعياذ بالله. فاحذروا عباد الله، احذروا هذه الاحتفالات، واحذروا المحتفلين، لأن الاحتفال حينتهي، ما مستمر. بكرة ولا بعده الاحتفال حينتهي، والقوم لا ينتهون. فاحذر القوم، احذر القوم، عشان ما تفتكر إن الموضوع معهم احتفاله بس. أبدا، الأمر الأعظم هذا الشرك الذي ينشرونه، سواء في الاحتفالات أو بعد الاحتفالات، حتى يدعوا هذا الباطل ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا إلى الله ويؤمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وصل اللهم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.